يلا صدعتونا باغي ناكل مياو مياو مياو. يلا قولوا قولوا الأول، قولوا قولوا الأولاد. شنو الوسي؟ شنو بغيتي؟ بغيتي ميمي؟ اش بغيتي تاكلي؟ لوسي دابا دابا هذا الماكله ديالي هذه، دابا تمشي تاكلي لي الماكله وتخليني انا بلاش. شنو هاي 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 هاك ها شدي ها شدي شديتي والو شديتي والو شديتي انت هذا الصغيور حي نعطيو الصغيور حيد قلتها لك قلتيها ليها. شوف دابا خليوني نتغدى، دابا خليوني نتغدى ونعطيكم التغدى وانتم خليني نتغدى. لوسي لوسي دابا كلكم باغيين تتغداو ولا هذا قطيو زوينه هذا جديده معنا هذا مسكين انا عطيه حتى هو باش يولف يبقى معنا هنايا هاك ها كل 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 كلا انا والله ما كليت معكم الدجاج انا بسم الله انا ناكل هنا دابا خليني نتغداو انا، خليني نتغداو ونعطيك تغدي انت. هاك خليني نعطي الصغيور اشي اشي سيمبا سيمبا بش بش. ما خلاونيش حتى نتغدى على خاطر كنت كنتغدى وجاو ليا هنا عطينا ناكلو عطينا ناكلو مياو مياو وكلاو ليا الماكله ديالي. دابا غنصايب ليهم الماكله، هذا بقى من الفطور الرز فيه البواط وفيه شويه ديال الدجاج، غنزيد لهم عليه شويه ديال الحوت، الحوت هذا دبرنا عليه الحمد لله. غنصايب ليهم ان شاء الله في التواصل وانا معكم. انا وجدت ليهم كما قلت لكم الحوت، الحوت مع الرز والبواط ديالهم، داكشي شويه ديال الدجاج داكشي مخلط زوين، وخلينا شويه ديال الدجاج عاوتاني تنعطيهم العشاء شويه ديال السر ديال الحوت تنعطيهم العشاء ان شاء الله. شويه اقتصاد اجي الناس فين واحد جوج اخرين صغار خليني ياكل شكيديش خليني ياكل معاك
وهذا ما ياكلش. هذيك راه كلا قبيل، هذاك دخل للدار ولقى الماكله وكلا بوحدو. هذيك راه ليه خصني واحد جوج مشيشات صغار. دابا كاين اللي تيمشي وكاين اللي كيجي. دابا انا الله جيت من الخدمه، دابا ملي كيتعطلوا ما كنعطيهمش ياكلوا، كنمشيو ندبروا على راسهم مساكن.